مساء الخير. قول صباح الخير. صارت الساعة واحدة بعد نص الليل. شايفي على هالشغلة؟ مدري كيف سبقنا الوقت. قلتلك سهرات الشباب تبعك ما حبيتهم. قلتلي شو علي يا ميسون؟ خليني اتسلى. طيب هالمرة أنا بطلب السماح وبرجع بقلك هالمرة حقك علي. لا تقرب علي بالمرة، بعد من هون. جايني بعد نص الليل وقال بده. قرب لهون لشوف. شوفي شو ريحة هالعطر هاد؟ أنو عطر؟ أنس لا تسلب علي، ريحة عطرك كتير غريبة. إيه صح صح، هلا تذكرت. هذا يا ستي ما أنتي بالمطعم اللي سهرانين فيه أنا والشباب، فتت لغسل إيدي ومشطت شعراتي بطريقي، لما حطيت المشط لقيت هنيك إزازة عطر محطوط على الرخامة، بخيت اللي منها بختين. مشطت شعرك؟ قلتلي وشو اللي نكشه لشعرك من الاساس لحتى تمشطه؟ شبك ميسون حبيبتي؟ شو صاير لك؟ ضروري الواحد ينتكش شعره لحتى يمشطه؟ ما بعرف، قلبي مو مطمن. بدك تكبري عقلك شوي. هلا لا تبدالي بموال كبري عقلك وصغري عقلك، قلي لشوف، مع مين كنت سهران؟ علينا كل مرة نفس الموقف. طيب، كنت أنا وجمال وحسام وجهاد وهمام ومجاهد. كل الوقت كنتوا سوا؟ كل الوقت كنا أنا وياهم سوا، وإذا مالك مصدقتيني هاي التليفون، ارفعي السماعة واسأليهم. يا عيني، لا تفتلي من هالبواب على أساس إذا واحد فيكم بده يلعب بديله ما حيكون متفق مع التانيين. ميسون، أنت الليلة مدري شو صاير لك. واقف عندك! شوفي؟ اشلح جاكيتك! فايد اشلح وعيي كلياتهم. لا، اشلح جاكيتك هون وفورا! ايه بشرح؟ شو وراي؟ ها؟ بابا خير؟ شو فيه؟ ايه طولي بالك بابا، طولي بالك واحكي لي شو القصة. ايه مين هدول رفقاته؟ العبا شو هالحكي؟ لا إيه بابا خليك بمحلك، لا تتحركي، نحن بس على الطريق منكون عندك. وليه شبه البنت؟ صهرك العزيز عجبك؟ جاي هلا الساعة واحدة على البيت وعلى قبة قميص وفي حمرة شفايف. شو؟ مستغربة ما هيك؟ لما اجى هذا الشاب مشان يخطبها قلت لكم انا ما عجبني هذا الولد، ما بدنا اياه، ما حدا رد علي. هلا مو وقت المعاتبة، قوم البيت وخلصنا بقى. ما عم بعاتب، مشان مرة تانية تبقوا تردوا علي، انا فهمان. هو علينا، هلا صار اللي صار، قوم البيت وخلصنا. والله ما يكون عم يخونا لهالبنت، لا اصف الرقبة تبعه. لا تنسى اتصل بابنك معتصم خليه يلحقنا فورا لبيت سهرك. لا تقولي سهرك. ايوه ها يا ها. الو مرحبا، ما اجى معتصم؟ لكن هلا ما اجى. طيب اسمعي، لما بيجي خليه يلحقنا لبيت ميسون. ايه فورا. شو في جوزها لميسون؟ هلا الساعه 1 شرف على البيت، وبتعرفي شو في على قبة قميصه؟ حمرة شفايف.
يا ميسون يا حبيبتي، الله يرضى عليكي بقى، خلصينا. شو هالجنان هاد؟ أنا ماني حبيبة حدا، فهمت ولا لا؟ هي الحمرة اللي على قبة قميصك مو حبرتي. لكن حمرة مين؟ شو بيعرفني؟ اسأل حالك، اسأل حالك. طير عليك يا أنس، ما صلنا ست أشهر عرسان وراجع لي على قبة قميصك في حمرة. ما يصلنا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، شو بدك تعمل؟ أكيد أكيد بدك تجيب لي صاحباتك لعندي على البيت. لا يا ميسون، شو هالحكي؟ بعدين أنا ما بعرفك بتستخدمي هيك مفردات. لا حبيبي، اتعود على هيك مفردات من بعد ما صرت ترجعلي والحمرة على قبة قميصك بعدين. لا تقولي إني خبرتي أهلك. ما أحلاني ما خبرون، هدول أهلي حبيبي، أهلي. الله يسامحك يا ميسون، ما كان في داعي، أنت بتعرفي أبوكي وأخلاقه العسرة. بس على القليلة بابا بحياته، بحياته ما رجعوا في على قبة قميصه وحمرة، بعد لبتحنه. لا. بوسي ايدك يا ميسون بلاها. بعد. لك ليش ما عم يفتحوا ليش؟ لا بدي يفتح غصبا عنه كنتين. ولك شو في يا جماعة شو في؟ شو في؟ جارتهم العظيم المحترم راجع بعد نص الليل وعلى قبة قميصه أتر حمرة. قولي الله أكبر. سمعتي؟ هذا هو جارنا المؤمن بتعرض المرأة اللي عم تهتمي فيه طول عمرك، سمعتي بالله؟ ليش مشان الله يا ابو ميسون اتصرف، اعمل لك شي شغله. لك ليكون عامل شي بالبنت. لا لا عامل شي بالبنت ما يكون حاطط ايده عليها، بس لامسها لامسكه هيك وشق شقتين هيك، فهمتي؟ بعدك شوف. ولا ولا صهري التافه، لك انا عرفانك انه ورا الباب وعم تسمعني. ولا يا ابو حمرة على قميصك، شوف راح اعد من واحد للثلاثه، اذا ما بتفتح الباب بدي اكسره، فهمت؟ تعال يا ابو واحد. اهلين عمي، اهلين مرت عمي. بابا بابا لا اهلين ولا سهلين، بعد هيك لشوف بنتي حبيبتي. طلع خاين يا ماما، طلع خاين يا عمري قلبي. يا عيب الشوم عليك، تفو عليك. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. امشي سبيحة يا ماما، امشي. لك يا جماعة انتو ليش هيك عم تحكوا؟ انتو هيك عم تظلموني. بست الايدين والرجلين لحتى اعطيناك اياها. لك ما خليت واسطه كبيره ولا صغيره الا وجبتها يا تافه. حفيت حفيوا رجليك انت واهلك، وانتوا رايحين جايين رايحين جايين. ولك صار لك عريس ست اشهر، شو لك انا ومضى عليك اربع خمسه سنين، شو كنت سويت ها؟ لك يا جماعه صدقوني انتوا هيك عم تظلموني، لك هي مو حمرة. مو حمرة؟ هات يا قميص لشوف. قلت لي مو حمرة ها؟ مو حمرة؟ لك هاتي انت بتفهمي بالحمرة، انت انا اللي بفهم بالحمرة. شوف لي اياها. ولك هي مو حمرة هي ولا؟ بنتي قومي طب اغراضك خلينا نمشي قومي. شو طب اغراضها؟ ما طب اغراضها، شو نسيان انه البيت مسجل باسمها؟ هو اللي طب اغراضه بنقلع. لا عم البيت باسمك ولا؟ روح طب اغراضك ونقلع من هون يلا. يلا. لك يا جماعة شو بكم مصرين تظلموني؟ صدقوني هي مو حمرة، ويا سيدي إذا كانت حمرة فهي من حمرة ميسون. بلا شو؟ ومن عند أنا بحط على شفافي حمرة لونها سكلمة، أصلا كل أقلام الحمرة اللي عندي ولا واحد فيهم مثل لون الحمرة اللي على قميصك. حبيبي هي حاطتها سكلمة ما هيك؟ إيه بابا سكلمة. طبعا بتنباع بخمس ليرات على البسطة مو هيك؟ هي يلا غلط. أيوه وسكلمة رخيصة يا رخيص. يلا يلا فوتي يا سميحة فوتي، حط عيونك بالأرض. تفضلوا يا جماعة بقول ريقكم. حاكم شي بينشف الريق؟ يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، انت جارنا حبيبنا اللي كنا نضرب فيك المثل بيطلع منك هيك شيء؟ ولك انا كنت مرشحك لتستلم رئيس لجنة البناء بيطلع منك هيك شيء؟ يسلموا هديات. الله يسلمك. يسلموا ايديك يا سميحة، ان شاء الله ما بديش لعندك بهيك مناسبة. بعت لي حمه عليك. طولي بالك، طولي بالك حبيبي، طولي بالك. لك هذا مو رئيس لجنة بناء، هذا رئيس لجنة الكذابين. لا تضيفيه سميحة، لا تضيفيه، هذا واحد ما بيستاهل. اسمع جار، ماني ناقصك انت التاني ولا كلمة، ما تفتح تمك ولا كلمة انت. امشي سميحة عم يقلعنا هذا، امشي تعال. لحد يتحرك من البيت، هذا البيت مو بيته، هذا البيت بيت بنتي. لك يا عمي. عمي عم الدمب ولا طلع فيني، بكرة الصبح بتنزل بتطلق، فهمت؟ لك يا عمي شو هالحكي، طولوا بالكم انتو. شو انزل طلق؟ طب انتو بالاول ما بكنتوا تتأكدوا انه هاي اللي على قبة القميص هي فعلا حمراء؟ متأكدين حبيبي متأكدين. ما صار شيء، قال المثل حق الكذاب لورا الباب، ونحن رح نورجيك انه انت اكبر كذاب. وخوان يا ماما خوان. خوان كمان؟ ابو ميسون ما بده وافي، اطلب لي فورا النقيب منير ابن اختي. خلال ساعتين بس بدي تقرير الطبيب الشرعي وتقرير خبير الادله الجنائيه يكونوا على طاوله مكتبي هون. تمر امر سيدنا. لحظه خليك،
الو. اهلين خالتي، خير؟ شوفي، ايه شو هالحكي؟ لا يا تافه، لا يا، وعم ينكر كمان، ما هيك؟ شلون يعني عم ينكر يا خالتي؟ الحمرة على قميص الرجال ما بتدوح حدا، مو على كيفه بده يعترف غصب عنه. هلا انا بعت لكم اثنين من العناصر اللي عندي، بيشحطوه بيضل ياكل قتل لحتى يعترف. لك شلون ما في داعي يا خالتي؟ هاي ميسون مو اي حدا. ايه ايوه، ايه فهمت عليك. ايه لا ولا يهمك، 100 طلب مثل الطلب. ولو خالتي ما تكرم عيني، هلا انا بعت لك واحد من العناصر من عندي، تعطوه القميص وكل شيء فيه لام حمراء عند ميسون، معلوم يبين معنا، يعني ساعة زمان مو أكتر. الله معك. رح أبعتك بتجيب هالكم غراض من بيت بنت خالتي وبترفقهم بالأدلة اللي بين إيديك. بس يعني شو المطلوب نسوي سيدنا؟ نقارن بين الأثر اللي على القميص وأقلام الحمرة المرفقة فيه. بس وينا دخلونا إياهم ضمن الأدلة تبع الجريمة مشان يستعجلونا فيهم شوي. تأمر أمر سيدنا. الو، مرحبا امي، بديتي شو صاير مع ميسون بنت خالتي؟ لا أهلين ولا سهلين. مرحبا ميسون، مرحبا. فوتي يا ميسون. أهلين أختي، أهلين أختي منير. طبرين لك شو هاد؟ شو اللي عم بيقوله منير؟ شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك يا أختي، احكي لها أمي، احكي لها. آه لا خاين يا خالتي، خاين خاين وغشاش. بسيطة حبيبتي بسيطة، يعني هو بالاساس ما كان بدك اياها للجازة، الف واحد بيتمناكي غيره وبيقدر قيمتك. ايه بنتي احكي لها، احكي لها. لك لما كنت احكي هالكلام ما كان حدا يسمع مني، هلا ما عاد ينفع الندم. لك يا عمي حاجة الكلام بقى مشان الله. شش عليا، خبر بفلوس بكره بصير ببلاش. هلا ابني النقيب منير بيجيب لنا الخبر اليقين. شش امانه يا جماعه، امانه اذا جوعانين قولوها. حط لكم اكل سميحه بسرعه، حطي شو المنيحه بدها سؤال يعني. يلا لك شو اكل ما اكل؟ لك هذا الافندي ما خلنا نفس ناكل. لك يا عمي شو بدي اعمل؟ واحد بحاول، هون في مقبوسات زراف جيبيهم. لك قلنا لك الدنيا حظوظ حظوظ. لك عمي اوف، حط ولا ما حط؟ لك حطي سميحه بسرعه. اكيد هذا ابن خالتي منير، لا يرد علي. الو اهلا منير، كيفك؟ ياي ما طلع حمرة؟ شو؟ لا دم؟ طولي بالك يا بنت خالتي، طولي بالك. أنا رجعت التقرير على المخبر لحتى يتأكدوا من دقة التحاليل. إيه طبعاً، بس حبيت خبركم لحتى تاخدوا حذركم منه. طبعاً شاكك فيه؟ واللي خلى الشك يكبر جواتي انه في جريمة قتل صارت اليوم الساعة 11 بالليل، يعني بوقت غياب الممحوح عن البيت. ايه لك، والمصيبة الاكبر انه المغدورة مرة يا بنت خالتي. لا 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 ولا يهمك. هل انا بعدت لكم عنصرين من عندي لحتى يكلبشوه بما نتأكد ونطابق زمرة الدم اللي على قميصه مع زمرة الدم المجني عليها؟ ايه طبعا. المشكلة يا بنت خالتي ما فيني اعتقله قبل ما اتأكد موضوع الدم. ولا يهمك، باسرع ما يمكن. الله معك. لك بنتي شو دم وما دم؟ شو في؟ احكي. طلع مجرم يا ماما. قولي مو بس خاين. لك يا ميسون طولي بالك، شو مجرم ما مجرم هاي؟ بعد عني. سبوسك ولا كلمة. قسما بالله لو ما تكون اختي لسات على زمتك لمسحت فيك الارض مسح. جاي على البيت وعلى قبة قميصك في حمرة ما هيك؟ يا ريتها طلعت حمرة يا معتصم. شو طلعت؟ دم 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 طلعت. شو؟ اي والله يا ابن اختي، هلا منير ابني خبرنا. شفت يا ابني؟ شفت شو عم يصير باختك البريئه؟
على إذنكم لحظة. خليك محلك ولا تتزحزح. قسما بالله بخلعك بكس بخلي سنانك تمشي مسيرة. ها اوعك تحرك. ها مرحبا سيدي. أهلي. سيدي احنا من طرف سيدي النقيب سيادة النقيب ونيا مشان الموضوع. اهلا وسهلا. شرف ليكون مشرب جوا. تفضل شرف. تفضل. الو مرحبا معتصم، شلونك؟ طمني، وصلوا العناصر؟ ايه كثير منيح. لك لا هذا مجرد اجراء احترازي لحتى نطابق زمرة الدم اللي لقيناها على قميص سهرك مع زمرة الدم المخدورة عطاف. لحظة خليك معي. فوت صباح فوت. احترامي سيدي. هذا هو التقرير. ايدز؟ شو؟ لك تقول غير هالحكي لك ابن خالتي؟ شو قال لك اخي؟ ايدز. شو؟ ايدز؟ انس؟ معه ايدز؟ الله يوفقك يا استاذ انس، الله يوفقك. لا اختي، منير ما قال لي انه انا اسمعه ايدز. لكن مين اللي معه لك ابني؟ بس بقعة الدم اللي على القميص طلع فيها ايدز. دي نفس الشيء. بتكون انتقلت له العدوى وبعدين انتقلت لي. الله لا يوفقك. خلي بالك منك. وين رايح؟ لا تقربي عليه، يمكن العدوى ما انتقلت لك. يلا كنتي، يلا خلينا نتيسر. الله لا يوفقك. لا ابني لك شو طول بالي؟ ما طلع خاين ومجرم، لا طلع معه ايدز. الله يرحم عمره. ماما شو مني حرارتي ارتفعي؟ دوري قلبي يا امي، رحموا علي. الو اهلي منير. شو؟ غلط. لك هدول بالمخبر طلعوا مخربطين بين قميص زوجك انس وقميص القاتل الحقيقي. لك لا دم ولا غيره. طلع مجرد اثر لألم حمراء. يحرق حريشهم شو بيخربطوا بيها المخابر. حمراء؟ طلع ألم حمراء مو دم؟ حمراء يا انس. حمراء يا حمراء. مبروك يا جماعة. إن شاء الله كل أيامكم حمرة. أنا تهورنا شوي معك. أهلا وسهلا. احترامي سيدي. أهلا يلا اسمحوا لنا. يلا وين؟ ما بتطلعوا من هون إلا تحضروا الحفلة. جيب المسجلة. لك 100 مرة صرت قايل لك يا سميحة المنيحة ما بدها سؤال، يلا روحي جيبيها. يلا.